صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. كان حد يصبح ويها النمونة طاير. شوف الرجل وين هاي كانت تركت. وهذه دريشتي. والجو يجنن 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 يطول الجو روحه يبعث السرور ويمد بالاجل يبعث البهجه. شوف مصبحين ابوي الحمد لله. هذا المحل لا بد ولا ادب. هذا محل القبيصات. هذا محل القبيصات اللي يطرون. هذا محل القبيصات خدمة هذاك الوغد محمد البنقال الغرب الله يسوي محل لا صار ولا استوى. وهذا بافضل فيكم فول مسوينا منوحة بهذاك الفول ما القوم محسن غرب الله محسن يقول لي فول مال حماميل غرب الله ما صار يميه الفول فنان. كل سنة يقول لي فول فنان السنة الله يحفظكم شو استوى يبون طبعاً المكان الحلو والزين هذاك اللي يدفعون بهاي الحكي يخطفون على أردى مكان من عندهم في بقعدتهم لهم فيها فول ما صار كله زين ما أدري من وين يبون لي هالفول. يعني عوق يعني عوق يبوك ما طاع يخوز إلا البارحة واليوم أنا غديت بخير الحمد لله ولا والله يبوك من ييت وأنا ما بصاحي من بطني والسبة الفول اللي يجيب محسن ويسوق علي ظهري يجيب لي فول من عند السلطان خبرتكم عنه ويجيب القرطاسة الحين كل مرة ياخذ القرطاسة بس من عندهم الكيس ويجيب الفول من مكان ثاني ويحطه في القرطاسة وتميت على هالشلة 10 أيام لو 5-8 أيام الفول من عندهم ما أدري وين يجيبه ويا الفلافل والقرطاسة من المكان اللي أنا موصلنا عليه موصلنا بطارنا يعني اللي كل سنة أخذ أنا وتميت وكل يوم كل يوم على هالحالة أقولكم ما يبدرون طبعهم. هذا لا هو ولا ديتشوه العود لا ديتشوه صغير ولا ديتشوه العود لكن ما أصبر عنه والله يبكم ما أصبر عنه بيوزوني بزينهم وشوي بزينهم. Hello good morning what breakfast come here huh eggs one kind or two kind one eggs with beans is it right with beans and the other one egg with green chili زي. thank you حليله لا يخصها في البحر ولا شياته لكن واخذ هني قوم هلاب بالمحمد وقطعان ما خلوا شيء ما خلوه يتعلمه كدوه كد البلع آزم يا أبوكم ما شاء الله عليه أبداً تعلم كل خدمة في البحر. شوف الله عليكم السيف ما زينة شوف المكان اللي عليه رضوان من الله ما زينك يا الصبح 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 هب الفير عاد الفير أظلمي ما تشوف شيء لو بدك تظهر أظلمي لكن الحين زين الظهر أظني حس الساعة كانها 6:30 6:30 و6:30 ليلس روحه يا ابوكم تمد باللجل تيرسل لهنيا وين رايح حضرني اي بس الاول وعد الخريري فات والسويل فات بشاهد البحر شوف كانت ويجيات شوفوها بينها توني شايف انه والله يتناقصها نسيت بالكاميرا بعيد اصلا هاكنا تشوفونها احنا البارح الله يحفظكم من عقب المغرب مهر رش الرش اللي هي عن البق الدقيقي وعن تربس رش المغرب هو
في النهار ما يرش لأن حر وموت بيحرج الورق. فيرش المغرب فتمتص الزراعة غايته والدواء ياخذ مفعول لين الفجر يسد ساعة ساعتين يسد. ونحن في كل الأحوال حاطين رشاشات الصبح ترش على الزراعة بتبرد عليها إن شاء الله. وهو أصلا ما يضره يعني من يخط ساعة ساعتين في نص البراد في الليل يعني بس خلاص عقب ساعة ساعتين ثلاث ساعات يخوز مفعوله الحراري اللي وهي مالت الدويات. لكن أهم شيء اللي بيرش لازم يكون متلحف زين ما زين لأن النوع هذا من الدواء هذا اللي المبيد الحشري الجهازي يكون شوي حار على اليم يوم يلفح يوم يلحق يم باللادمي شوي تانس منه كلافة تانس منه كلافة لأنه شوي في وهي يسوي حرقة في الويه يوم بيجي الويه. لذلك اللي بيرش ما يكون جابل الهواء ويرش عكس الهواء لا ويا الهواء يدور عالي ويرش السايبة بتاخذ الدواء ما بتخليه يجي داك الرداد مال الدويات. لا ينبغى الواحد يفهم العامل معلوم ان عامل كان عبارة عيالنا نحن الادمي كان تبقى الله يطرح فيه حلالك البركة حتى تحسن النية في العامل انك توجهه حتى لو ما يعرف توجهه تخلي زرع الله وعلى الله ترى هذا عبارة واحد من عيالك رب العالمين من حاط من عندك امانة هذا امانة انك تداري مثل ما تداري عيالك كيف الله بيطرح البركة في حلالك ما الله ما بيطرح البركة وانت تغش العرب تنحسب 10 ليالي من البارحة حد يقول 14 لكن انا اعطي اضعف الليمان يعني 10 زين 10 ليالي وترش بعد مرة ثانية الرش الثاني يعني العلبة الوحدة تسد حق درامين الدرام 200 لتر هو عدة شركات هو المول على اسمه مبيد حشري جهازي هو على مبيد حشري لأن وايد رسائلتي والله لازم تصورنا العلبة لا أنا صورت العلبة عبارة كأني أسوي دعاية لكن هو أهم شيء النوع يكون جيد ومضمون. تسألون المهندسي وين الزين الزين ترى غالي ثمن ما يبالي رمزه بارك مبيد حشري جهازي هذا الاسم العلمي ماله. شركات وايدة ترى كلها اسمها كناديين شي تترون شي بوبلين شي ما ادري شو شي ما ادري شو وايدات الرقع لكن كلها اسمها كناديين. انت تبون كنادير تبون كنادير لكن عدة الوان الكنادير وعدة شركات اللي تصنع الكنادير الرجالية فتختارون الشركة اللي انت مقتنعي بها. لادمي يستفتي قلبه او عينك ميزانك هب لازم طالع علي انا اخذ الشركة هذه ولا الشركة كل انسان على هو مثل الديلمات مال يد بالماء الفلاني الشركة الفلاني وكلهن اسمهن ديلمات. يلا هاش عندك good morning كل النفرات يقول نمبر 1 محله مال محمد ما فكتك انت منو مسوي محله زين زي حسستني كاني قلت اسم غير نفرات يقول واد زين محله مالك الحمد لله هي شفت محله رقم 1 زين الحمد لله شو اخبار زين الحمد لله شو علومك زين كله زين زين كله زين الحمد لله اي شو تحيي داخل العيين مال محله وين عيين مال محلة شو تحط فيه؟ أنا حمار بس بيض. بيض كم واحد بيض؟ بيضتو. اثنين بيض. متى يخلي بيض في الليل ولا في النهار؟ صبح. صبح وقت العيان. أيوة. وقت ال. الظهر ركب اثنين بيض. يوم تحر التاوة. إيه. تعق في العيينة بيضتين. إيه أوكي. والعيينة شو تحط فيها؟ في الليل. الليل. إيه. في الليل تمر. تمر كم حبة؟ ما يسوي شيء سمتين واحد يبودي بيدي صاحب عشرة بعدنا. ايه حقوطي واحد هي. يعني زياده ركب ما يركب سوكر ما يركب ثاني شيء ايه ما تحط شيء بس صح ايه ما شفت كيف الامور محله مالك رقم واحد رقم واحد محله مالك الحين رقم كم واحد ولا اثنين اثنين بارك الله فيك شكرا شكرا يا محمد يا محمد في الليل توصل ما يهني الساعه ايه. كم اخر شيء اخر شيء الساعه 10 الساعه 10 في الليل ايه. ماي فل ايه 9:10 مره توصل هنا صك العاف وحين تسجي لكن هناك هاي تسقيته بعد ثلاثة زيادة ولا بس خلاص محمد مترين متر بعد مترين يا عبتي الحمد لله
الحمد لله. خل البحر بعد ما بطايح محمد. بحر حواء. إيه. ما بطايح البحر. زين يعني. ودك يوم يخدي صلان بطايح صفو. البحر كأنه منظرة. تشوف فلسمته مسيرة بوي 4-5 أمتار تحت البحر. واضحة. ما زينة بالوقت ما زينة. تعال تعال يا تعال يا لحف كراعينك لحف ريولك لحف ريولك عيب هذا نمونة حسلت هالكراعين تحرى هنديسان. شوف محمد أمس العيش ما العشاء متدقدق مكسر واحد حب 3 مرات بالرغم أن العيش مالكم أفخر عيش فيك أنت يا السوق. ليش؟ شو السبب؟ عشان ما في حار. أنا صورة قصين هي. صورة ركب ذاك الزيدر هذا نمونة زيكو. وغسلتوه بماي حار هي. وقت غسلتوه الماي حار من الولد حار. شو لازم أحسن؟ يعني واحد ساعة تنين ساعة قبل سو قصين ركب هي. عشان في مقيب تحت هي. يجي بارد ماي هي. يجي حبطوي أيوة بعد ما في مشكلة. نحن في رمضان محمد أيوة. نحن في رمضان الساعة 1 في الليل يغسلونه العيش أيوة. وحده أيوة. يغسلونه ويحطون فيه ملحه أيوة. ويودنونه أيوة. لين نهار ثاني العصر يطبخونه. اليوم شوف ان شاء الله كيف يزيش هي. قانون قال محمد قانون مال العيش لازم واحد ساعتين لا 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 اقل شيء 3 ساعة أيوة. هي لكن ما يخلون بماي حار ما من الولف شوي بارد يكون أيوة. سلو زي ما زي ها وغسال ما بها يفركونه يمردونه لا هذا نمونه كيف هذا نمونه ايوه هذا كانك الدق رحماني معلوم زين جالبوا جولبوا 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 شبوا عنب مره مرتين ثلاث صبوا عليه ثلاثه مره اربع مره ايه. صبوا عليه ماء ومليحه شوي ملح خلوه زين قدر رقم واحد بارك الله فيك شكرا يا محمد ثانك يو فيري ماتش ثانك يو خالد الشعب المصري رد على موضوع علي ومحسن الشعب المصري 100 مليون نحن كم 10 مليون تقريبا أنا من الأساس يعيبني ليه يسوي سوالف وضحك براي أنا بتنقنهم هالنوونة الشعب المصري 100 مليون أنا تنقيت النوعية من البشر أدريبهم هاي الاثنين أدريبهم زين ما زين مثل ما أعرف عمري أعرفهم واحد منهم اللي هو محسن من 17 سنة وعلي من 13 وراضبهم أدريبهم لوتية وكلكتية وجنبازية وكل عيب شرعي فيهم لكن عايبيني أنا يايزيلي راضبهم أنا أحب هالنمونة أنا ما بمطوع ولا أباليها واحد إمام مسيد ولا مرشد مصر ما شاء الله فيها المفكرين وفيها الدارسين وفيهم فيهم المثقفين وفيهم العلماء وفيهم شيوخ العلم وفيهم يبوك اللي دوسة تجدمه بألف آدمي من الفقه والورع ومخوفة الله لكن أنا بالذات متنقي هالاثنين الجنبازيين متنقنهم نقوة بين 100 مليون نقوة لو انعطى منو يبي يصير ما باهم انا هاي اللي الواحد يتفلسف علي ويحط عمره في معرفه انا عايبيني هالجنبازيه يا يزيد اللي متنقنهم من بد 100 مليون ادمي يقولوا لي والله مصر ممزوره عرب وممزوره هوادم ليش تتنقد هي انا يا انا متعني عسبهم هذيل انا احب المرح واحب وانا عاده حب مرة بخلي ساماني طايح وكشاري تعالوا وأنا شو يا أبوكم هذا حمدو هذه خراجين شو بيش اللي من عندي شو بيش وأنا ما بروم أجيب خمايم ولبس عمايم أجيب خمايم ولبس عمايم ما بمدحوب ألبس مبدل وأبذل عليهم وأقول إن هاي البروفيسورية وهذا الميكانيك فلان أو المهندس فلان أو هذا والله الدكتور الفلاني أو هذا بروفيسور الفلاني أو هذا المهندس الفلاني إن شاء الله حدني اللي وادم بوي ما بخبايل اللي وادم ما بخبايل والله حب أوديهم تايلند وأوديهم أبوي اليابان ولا الشرق ولا غرب ولا تراك يا الإنسان معروف أنت معروف شو مهرك وشو وظيفك وشو أصلك وشو فصلك وشو علمك أنا ما برمغش اللي وادم الحين المشكلة تعرفوا شو
الحين المشكلة أزمة التواصل الاجتماعي واجهة الخداع، واجهة اللوات، واجهة الكلك، وحين أزمة ما التواصل الاجتماعي الله يهدينا ويهديهم تمثيل بتمثيل. حين اللوات ترى يا أبوي ما بأغبية ولا بخبايل ولا بأن ما فيهم عرف ومقصرين بالعرف، وانت حين بتعلمهم بتتفلسف عليهم ولا انك بتضحك عليهم. ترى انت حين يا الانسان معروف من الله خلقك ويابك امك على وجه الدنيا، معروف تاريخك وماضيك وحياة، لو بتمثل ولو بتسوي الناس مش اغبية، الناس ابوي ما بخبايل، ما تعرف انك انت تمثل، يعني تستغبي العرب تشوفهم يعني مينن. الناس ابوي حين يضحكون عليك انت ويضحكون عليك يا لادمير، لي تستغبي العرب وتعايش في دور ما بدورك، عايش في دور مبلك، عايش في حياة هب حياتك، عايش في وطر ما بوطرك، هاي مصيبة كبيرة. حينة المشكلة الله يبارك فيكم اللي أخس ودعس مصدقين عمارة، شفتوا ليه كذا بكذبه وصدقها؟ هذا أبوي حين ليه كذا بكذبه وصدقها؟ هذا أبوي اللي يارونك أنت في فيسبوك وفي الانستغرام وليه في سناب شات وطحنت الزمان، هاي كلهم أبوي لحاجة في نفسي يعقوب، لحاجة في نفسي يعقوب، بيروزونك بيروزونك، كان وراك فايدة خذوها وما راك فايدة. لو تبوي الله يعزمك والسامعين كود بعر، خلوش كود بعر، ما تسوي شف طعام، ما تسوي شف طعام، بيربون مرة مرتين شافوك ما وراك فايدة، شافوك ما وراك ما لا، بس لقرقعه وقرقعه وشو قدام العرب، قرقعه وشو عرض يعني ما يستوي. محسن يحيي بعد، يحيي كلمة توديه وكلمة تجيبه، يلس يلس لا تتحرك ما تحرك، هذاك شوش الحرب، هذاك فرعون العود غرب اللاته. والله يا أبوكم الله يعز، يعني شو بقولكم، ما شي فايدة لو تنشل عليه طول حياتك لا حمدا ولا شكر. أمس أقول لكم عزني بلسان، هو أنت اديتني إيه؟ إيه غرب اللاتك، أنا جايب منك يوميك بخمسين جنيه، والحين كل ما أصير وي دبغة بيزة، والله أمس يوم جايب أبوظبي ين ملكك يوم ظهر أبوظبي، ما حد في الدنيا ما عطاه، أنت ديتني إيه قرب اللاتك يوم أنا جايب منك باليومية، باليومية تجلس وآخر شيء أنت ديتني إيه؟ هاي مشكلة مصيبة والله، مصيبة عودة. يعني هذا اللي ما يشكر هذا يبك وايد مصيبة، مصيبة مصيبة عودة. هذا يعني الله يحفظكم من وصول بنت خليفة، الله يحفظها طول عمرها، تقول حد لو تعطيه بالآن المزاهد هب في عيونه، وحد لو تمزر له ذبانه ييحده ويقول طشونه. هاي مصيبة والله، لو آدم طشو، لو تسوق بيديك وريولك، لو تسوق بيديك وريولك، اي نعم ما يشكر. والله يا ابوكم هل امتلأت، قالت هل من مزيد، هل امتلأتي قالت هل لو بتعطيه بتقول له حلو بتأمنه على شيء وتقول له ود حق الفلانيين، والله ما روح وريحته، ما روح وريحته ولا شافوه ولا بيفرحوا به، فلذلك ما تتشل. فتعنى روحك يا الإنسان لين خنيخي شات شرق وغرب وتسوي اللي الله كاتبنا عليك. روحك يا الإنسان ما بتتشل على زيد وعبيد، لأن جليلين ذمه، جليلين ذمه، جليلين ذمه. بتقول والله لا، عقلها وتوكل، النية عند الله، هو في ذمته. أنت يوم تدريبه إنه مسودوي وتدريبه إنه ما فيه ذمة ومذهب وسيء، اللي مذهب وسيء حد يمنه، حد يمنه على حلال فقارة ولا شيات يقولون له ود الشيء لفلان يصدقه ولا عط فلان ولا علان، تحيده هذا حرامي بوطير، عيون عيون لص لعيون دور، ها يا غير بنكة، هذا حد يتشل عليه يقول له ود الشيء لفلان ولا شياتك، تشوف النصر والله مصيبة هذه. يلا ختنا المهندس الله يحفظكم حصة بنت أحمد الخالدي، راد بخير وسهال والحمد لله رب العالمين، مرة ما تشكو من باس ولله الحمد. قرروا عليها الدخاتر أمسات أنك ردي أمريكا،
بعدش يبالك علاج. فالحمد لله رب العالمين، ان شاء الله بتسافر يوم السبت الفجر الى هيوستن للعلاج. فالرجاء من كل المتابعين يدعوا لها بالسلام والهو لكافة المسلمين، ان يعافيها ويعفو عنها ويعفو عن كل مسلم يا رب العالمين، وانها ترد بلادها بخير وسهل. والله يا ابو خير ما صدقنا ان نشوف عيونها، ما صدقنا عقب هالوقت كله هالعلاج، لكن الحمد لله هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، وكلنا تحت رحمة الله، كلنا تحت رحمة الله، وكلنا نتريى اللطف من الله فينا وفي أمة محمد وفيها وفي والعوق واليهد والطهف والمرض والتقلبات الجو، هذا كله امتحان من الله سبحانه وتعالى، يشوف عبده كم بيصبر، يشوف عبده شو حياته. المنو بتلجأ لمنوه أنت؟ وين بتصير؟ وين بدق براسك؟ إن شافك صبور رب العالمين بيمتحن صبرك، بدال السنة سنة وسنتين وثلاث وعشر وعشرين ثلاثين، هذا كله بلاء من الله سبحانه وتعالى يمتحن عبده، يشوف شو قوة تحمله، شو الصبر اللي بيصبر هذا، هو هل فيه طاقة، هل فيه قوة على الصبر؟ فهذا كله من الله سبحانه وتعالى. رب العالمين قادر أنه يشل عوق من البني آدم في تلف دقيقة في لمح البصر، كن فيكون، ما شيء عز عن وأقوى عن قدرة الله سبحانه وتعالى. هو رب العالمين اللي يرزج الحلال ويرزج المال ويرزج العيال ويرزج يرزج كل شيء، كل من الله سبحانه وتعالى. كل شيء هذا اللي تشوفونها الدنيا هاي كلها بوي توافيج من الله سبحانه وتعالى، هب من عند زيد ولا عند عبيد، زيد وعبيد هذه بوي وسيلة بأمر من الله سبحانه وتعالى. لا تقول هذا فلان عنده وأنا ما عندي، هذا فلان الله أرزقه وأنا ما أرزقني، هذا فلان عنده يميع العيال، لا، الله له حكمة، الله له حكمة وله غرض في أنه ما يرزقك شيء هذا لجل يرزقك شيء أحسن عنه، ما أخذ عنك هذا لجل ما ييك بلا من وراء هذا اللي بييك. نعم رب العالمين ما أعطاك الولد هذا، الولد هذا اللي أنت تتمنى ما أعطاك لأنك ما تدري هذا باكر من يكبر شو بيسوي فيك، شو بيسوي فيك. الله لطف بك أن الله ما رزق ولد يشنع بك آخر الدهر. تشوفوا ترى شيء من العوائل عندهم عيال أربعة وخمسة وستة، لكن ما يسوون الله يعز ملك والسامعين كود بعر، العشرة ما يسوون قيد حوار ما يسوون العشرة، وشيء من العوائل عندهم ولد واحد، لكن شال الدنيا كلها فوق رأسه وشال طايفته وهله وانسابه وعياله وامه وابوه وعيالهم وخواته كلهم شالهم فوق رأسه ويعاميبهم ورايف بهم ورايف بهله وضع ورايف بطائفته كاملة، لأن فيه البركة فيه من الله سبحانه وتعالى. وهذا كله ترى سلف ودين على ما شفتنا دبت حياة من الله خلقني لين اليوم. اللي الأول لاعبين بهاليتهم، والله يا أبوكم لحقت على أوادم لاعبين بهاليتهم من يوم نحن يا حال، لكن يوم كبروا وعرسوا ويابوا وعيال، والله يا أبوكم يا عيالهم العبوبهم حاليا شوف عيني وهم حين يسمعوني ويدروبي ويعرفون اني اطريهم وايدين، لا بواحد ولا باثنين، عشرات اللي الاول لعبوا بهاليتهم وغربلوهم. نعم انهم حين عيالهم عازلينهم في حجر ولا يسألون عنهم ولا يتخبرون عنهم ولا يحسوا بهم، لانهم الاول لعبوا بهاليتهم، لعبوا بهاليتهم خاري عند البيبان، حالهم حال النواطين مسوي لهم حجيرات خاري. نعم شوف عيني ما حد قال لي، عشرات بعد لا بواحد ولا باثنين، وكلهم الحين ابو ياسين يجنون اللي سووا بهاليتهم الاول. فلذلك لا دبوي لا دمي ابوي يغتنم الفرصه مدام الله عاطنك ابوي الحاسيه، روف بوالديك عسى باكر عيالك روفوا بك، لازم تروف بوالديك كثر ما تقدر، تروف بخواتك،
تروف بأخواتك، تروف بأخواتك اللي عند الأرامل اللي تجويك حرمك على خواتك، أها، ولا يجونك خواتك على حرمك. لا تتحرى أبوي، هذا في فايدة، هذا أبوي كل خلاه بيرد عليك مثني ومثلوث، بتقول يا ليت اللي صار وجرى لا كان ولا صار ولا استوى. نعم أنا أبوكم شفت العجب، شفت الدنيا هاي تشوفونها كلها، كلها الدنيا هاي شفتها، كم عشت وكم شفت، الحين كبصك بصك 60، يا الله يا هي أمور اللي شفتها، يا هي أشياء اللي تكشفت عليها. جتني رسالة محتوى واحد أخير، والديك عيد الوصف مال بنت خليفة، الوصف يقول الله يحفظكم. هذا بالنسبة للي ما يشكر، بالنسبة للي ما يبيج في عينه العطية ولا يبيج في عينه ولا يثمر فيه الخير، حد لو تعطيه بالآن المزاهد هب في عيونه، وحد لو تمزر له ثبانه يحده بيقول طشونه. هذا أبوي وصف بنت خليفة، يعني الله يحفظها. تحروني ناسل هالقصة اللي قلت لكم أخبركم عنها، بوني بطريها اليوم يا غير تآيست الصبح، ما حد يعد قصيص مصباح الله خير. هاي قصة بنت الزطي، وايد فنانة، قصة بنت الزطي فنانة فنانة، يا رب في خاطر يعدها يا أخي، وهي ما بطويلة وايد، يمكن 3 أو 5 دقائق، لكن حلوة يعني. خلاف خلاف عاد الحين ما فيها، والله حلوة هاي السالفة قصة بنت الزطي. يلا خلاف على بنطية، بس عاد عليكم أنا شريك زين اللي يسد الرملة، والله يا أبوكم يا الرملة لو بدرها في عينك ما أنا سدها، نظيف نظيف. هذا بارك الله فيكم من عمار مدينة محمد بن زايد، هذا من عمار مدينة محمد بن زايد ما شاء الله. هذا ترى ما بنغار، لا هذا شرات لنغال، هو ما بنغار تو بادي بشر، كأنك تقرم كأنك تقرم قلم شكر، كأنك تقرم قلم سكر، طعمه حلو بطريقة ما تتخيلونها، حلو قلم سكر، قلم سكر، وفي القراض يا غير ناريل، خرفيشته تحت الضرس يا غير ناريل. سبحانك يا رب. عمار يا مدينة محمد بن زايد، عمار يا أبو ظبي، عمار يا الإمارات، عمار يا دار المسلمين أجمعين، يا الله يا رب تحفظها من دار. اللهم لك الحمد. أتريق الحين أنه خده يبارك الله فيكم، وبنتريق ونيس نرمس وبنسولف لين هذا عاد حينه شغل. هذا سمبوسة، أيوة هذا السمبوسة، السمبوسة ها لا تحرون هتلين، ها 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 ما تلين السمبوسة، ما تلين. شو السبب ما تلين؟ لأنه مش مغطاية أولا، وثانيا الرقائق السمبوسة ما بمال دكان، نحن روحنا نعينه، يعينون في البيت يعني البشاكير، ويرقونه ويقطعونه يحطونه في فريزرات، لو بيدور عليه حول ما عول. هذا تلايا تلايا خدمة رجب وشعبان، اللي هو الرقائق والحشوة تسوى اليوم بيومه، اليوم بيومه يخدمون الحشو ويحشونه ويسوون السمبوسة. على هالأساس هاي طريقة عيانه، ما يشرب دهن وما يلين، يغدي يتخرفش لو بيكمل أسبوع ما عول. هذا كان الحشوة، حشوة خضرة وهذا الله يبارك فيكم العقيلي، هذا هو العقيلي. أنا بالعمالة أحط أخلي يحطون عليه زيادة سمسم، وفنان رقم واحد وريحته تضرب في خمرة الرأس. وهذا بارك الله فيكم هذا الباكورة، 99% منه خضرة، شو حي قاعد لونه، 99% منه خضرة. هذا الباكورة وبحين نخي شويون، هذا راويناكم هاك اليوم خدمته، وكل هذا موجود على الانستغرام، كل الخدمة لين خدمها في بيتنا توجد على الانستغرام، من عصيد بوبر، من تحته، من فوقه، من كل خدمة، الفقاع، الخمير، الشمشمو، كل كل ابوي موجود، كل موجود، ما شيء هب موجود ابوي، كل في الاستقرار.
هذا محل أنا، وهذا البيت توه بسوي لنا أبو محمد روحه ما يازله خدمة هذا، وهذا بيت مع سبانش وشو هذا؟ هذا سبانش وتشيز، هذا كله بخدمة هذا. إنزين قال له صورني، وهذا بيت ويا فاصوليا خدمة مرلون، وهذا بيت بعد ما مرلون، هذا الفول ما مرلون ما فلبيني. يلا فول هي ولك شو هذا؟ هذا حليبة، حليبك يا حليبتي. تعرفون هذا منو؟ هي طيب ما شاء الله عليه. أيوة أيوة رقم واحد. والويه أبوي لبست قناع أمال عن الشمس. هي نعم الويه شو غادي شوفونه بسم الله. ها يا غير إدار ومصلوح. تعرفون صلحت الإدار، صلحت الإدار، إدار ومصلوح توا مصلوح بعد ها، حتى الصلحة خرسانة. اي والله يلا غايت عاد الحين يلا يا رب برز الوفير خيل الله لو دام، خيل الله لو دام الماي تحاصيل مرة مرة ماي تحاصيل مرة بحر ما شيء يا غير خيل الله ندور ودام ودام يعني بحر بارد والله بعد ترى البحر ما حر بحر بعد ما حر والله اني شرجت توني وانا رمسكم يلا شفتوني بر عليكم شو قادي واحد اوف هاي مرة مصارعين خلي كبد على المخ يلا ويلا يلا ويلا برد البحر في النار رقم واحد من يتغبب على الحين إن شاء الله خلاص يوم برد واحد أبوي لقوم مرزوق ارقود ارقود قوم مرزوق ما حولهم منشي تحرى في بضبي كدون الملح بسم الله الرحمن الرحيم وكلنا على الله السلام عليكم والله اليوم عيب إني عمري كان حد يشتحن بعمره هذا اليوم انا شفتوني بسم الله الله العظيم تقام على تسير انا ابوه يطرون الرماي ابو محمد شوف الرماي رماي رماي شو مكثره يا رب عاد هذا ابوكم لو يدق ريول حد بس سليكم البحر لا دمي هالي يدق ريوله عند الله يا رب البيت الحرام الشد لا اله الا الله شوت انا الله لو تعطيني بدل انا بكل رماي بثير ريولي عليها خانتي اشوف كل مناجف وامير لا اله الا الله نفيز يا الله مصفى البحر يا ابوكم هذا سبحانك يا رب سبحانك يا رب العالمين مرة رفع الماكينة رفع الماكينة أنا بعد أروح جدة شو تسوي حران بعد حران حران شو يسوي والله يا أبو محمد يحور تسبح رماي رماي بيقطع عيوني بيقطع يمدي يا سلام أبوي لا يفوتكم ودروا يلسة البيوت ودروا يلسة البيوت عيال حلال ها وجعلنا من الماء كل شيء حي ما بالك انا بكبري حي وزاد وزدت حياه اللهم لك الحمد يا سلام سلم يا سلام بس عليك بس يا لا 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 بس ولا شيء يا حد يحصل له هالشيء يزيد يقول بس هو
ويلك على الصافي، ويلك على الصافي، ويلك على الصافي، ويلك على الصافي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ويلك على الصافي، ويلك على الصافي. يا سلام، تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الرحمن، اللهم لك الحمد، نعم لك الحمد. لا لا ما بوريقات، لا صافي رقم واحد، بوريقاتي شوية صغار، لا فسكر لا جشه لا بدحه، لكن 90% صافي ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. وعني في زاترين اللي تم سويته لي اياها، لكن تشوفون الحيات اي احد مرزوق. ما شاء الله ما شاء الله من دعسه. صافي سيهات صافي سيهات صافي سيهات صافي سيهات صافي سيهات، حق ما تلحق صافي ليه سيهات صافي سيهات. الله يا زينة من وقت بلد ملانا، هذا ممكن ما اوكي نفر محلوب نفر ادمار واحد يشتغل هذا بحر داخل مكان. يلا مع السلامة. مع الله مع الله. واحد شغل مكانيك يا رياض، شو بيقص عليك هذا؟ يلا مع السلامة مع السلامة. ريد فلوس العني في زياي روحه. ها الله الله في يردوني، الله الله في يردوني. فارق طيب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مر مع السلامة. يلا الله يحفظك. لازم على مغفي دقيقتين. لا لا عود حليله، عود ريايين مستوي. انت بزت يا ابوكم الكيسه ما شاء الله. بعد بتترشش؟ زين ايش عليك؟ وحده حامل. والله يا ولدي. يلا هذا غايته. لا بس علي. لا التليفونات يالله يغرب لي دانك. بيتريني عاد هنا يهن. ما بيتريني. صبر بصورك. اي قوم اللوف. صبر صبر معلق انقل الصبر. يلا بعد هاي فيها، هاي نظرتك فيها تحدي من هلوها. هاي يقول له، هاي يقول له خسك الله يا ويه هلوها، هاي هلوها. شوف ذا قلوه نسوي بيضة، هو بيب قاد يملح، قاد يملح ندر قلوه. هذا بحفارة ترى خلص المشروع وتم البيب مكانه، نفع أبوي يسوي صافي تحته ويلوه فقير يقيل ويبات يعني الحمد لله. مرة وبك الفريج، بك الفريج. انتهت رحلة الصيد ولله الحمد، تكللت بالنجاح. هب النجاح عاد المبهر اللي هو مرة أربعة وخمسة كيس، لا كيستين، وحدة عودة والثاني وسيطية، الثاني وسط. اي نعم ولله الحمد، وإن شاء الله الله بيرزقنا الصيد اللي فيه خير غير هالوقت الحمد لله. وهذا هذا على الله يحفظكم خير ابو ظبي تبارك الرحمن. هذا ابو يصيد شويهات تبارك الرحمن ما شاء الله، الا صافي قابطه ينمه جشه، فضل من الله سبحانه وتعالى. واللي ابوي يقول يصيح السمك غالي، السمك غالي، يدخل البحر بلازم انت تكد البحر، لا دشت البحر ودي وديتين الحمد لله. هذا حين يودن بيت 10 ايام 15 يوم من البيوت الكبار، انك جالس في البيت وتتريى، متى بيرخص السمك؟ السمك ابوي يدخلون له العرب اللي فيها خير.
ويصيدون السمك والحمد لله. اللهم لك الحمد. اي والله تبارك الرحمن ما شيء لا صافيه وقابطه وبديحه والدنيا مطبطه وجشه ها كريديسات فضل من الله سبحانه وتعالى. اللهم ادمها نعمه فضهم الزوال يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. والله مرحبا ابو عبيد قرب جاي قرب قرب ابو عبيد يلا 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 الغداء 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 يلا ابو عبد الله. هذا ابوي محمد مزروع بارك الله فيك. هلا هلا هذا ابوي غضنفر رقم واحد هذا عن 10 ريايل جاي. تعال انت تعال عبد الله بن هلال عبد الله بن مرزوق شو تروح ودر عنك الشيخ طف انت حياس اصورك مسوي عليك اكبر زوم ما يخصني فيك. يلا مرة حط زعفران داخل الدلة. ابوي هذا غدانا هذا صافي الحين توه يتلابط وهاي اللي نمه المساعي اللي تعيدونها. ما بكفو يصيد مرزوق هالنمون والله وراسه والله يا خالة كفو. هذا الهامور هذا وين راسه اظهر الراس. ايوه هذا الراس هذا الراس. ايوه عليك بالعافية عليك بالعافية. الراس ترى انا ما ظهرنا من الجدر ازم مدهون بجدره ويسدك العيش اللي في بطنه. هذا العيش ها حطه هني. عشو 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 ماشيين هم مشاتيرك يا مرزوق يوم شو اسمه يوم ما توم احد. يا سلام يا سلام هذا عازم انك عيش ومقلى. وين خدمت قوم عتيج بن سند صالونة عومة يا بي ضبع تيج. هذا بسارة بعبيد بسارة بسار وبياحة وبناتنا وخذها فنتين. هذا نحن اللي هنا نعم. اللي ما ذوق حزرك أشكرك. هذا بارك الله فيك قطع وين فوقه اللي عليها أخوانا من الله يا رياض يا تفتح عند الضمان الصحي كل حد ما يعرف ياكل عشان ما ياكل عيش وكتاب وبصل. ليش ياكل انت تعتاكل عيش تحرب الاليط هذه كل حبه على راسه. صبر صبر خليك بادوك وبعدين باك تسوي انا بادوك وبحلحم. لا عاد هذا هامور شيخ السمك شويه اللي ما خلو ايه عليك تسلم بالبدح فسكره. شوفوا ها شوفوا حبل الفسكره احلف. لا 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 حب الفسكره الله هي والله حب البدح كان ريته ما شاء الله. يا سلام يا سلام على يك كم مكبرها يك كم مكبرها مغطي عنده زي خبز يا كاف بيت الحرم. هل بيا حيايت لنا ابوي من عند ابو عبيد هذا ها بطل. الله بيكم عن البصل خلي ياكل البصل لا هذا يحسس شوف 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 الساطر الحمت الصاد ما بالحمت الفتش. هذا الحنش اللي من تحت تعيدون هذا تحت الدور الحمى اي خف اطلها وضعها شوف 10 سنوات مخصوصة لهذا. ودك تحطها بعينك وتغمض عليها. نعم ودك تحطها بعينك وتغمض عليها نزينها. ابوي هامور شويها شكال غادي أقولكم الحامور هذا ترى سيد مرزوق البارحة سيد مرزوق البارحة هذا اللي صايدنا مرزوق هذا هو الحامور صورته أنا البارحة وهو حي. ما شاء الله عليك أبو عبد الله. أنت أبو عبد الله عقلك شيء أبو عبد الله عليه يا خير مرزوق عنبو بعد عقل والله هي صدقة عنبو اللي عندها العيون الفنانات يدسنا والله كل عيونه ثلاث قوب ابره يدس عيونه ولا هالعيون البيلاميات تبارك الرحمن. يا مساكم خير ونور وسرور. وين سايرين عاد الحين؟ سايرين في حياري ويا مرزوق وارس بن محمد وعبد الله بن مرزوق. والله ما يندرى بعد شوفوا ما شاء الله الطراد ها
ممزور اظني وسلطان كنه صار يحدقون شعري. اي ترى يومان الحين اخر واحد بعد ياش يصوروني. ها ابهين هذا سلطان ما بيه. اي نسيت اخبرك ترى ابو ساري ابو ساري موجود بعد. يلا يلا ما يبي حدها. بسم الله خيبه. انزين ابو ساري صدياي السلام عليكم. كيف حال بعد مرحبا جي. لا انا بهني ها انا بقى في التفاب. انزين محمد كيف حالك؟ كيف انت؟ يا مرحبا يا مرحبا هذا زين. بقول فارس عطاني من هالفنايل عطاني ثلاث من هال واحد منهم بيربل بعد. اي والله ثلاث العرب كلها تلبس ابوي ميديم ميديم وانا ابوي وزيت وزوني بلارج. يارك الله يارك الله يا ابو اليازيد يارك الله. زين مسار والله علومكم ولا تولى اليوم معلين هذا الزيت زيت زيت. ابوي اللي تخبرون بلا شو لا يصويه كبوين الو صويه هذا مال سان بلوك هذا مخصوص اساس ابوي مقعد صنباخ ابوي علوصه ها نوره علوصه بنوره اللي عن غادي صنباخ. انا ما اريد غادي صنباخ ان شاء الله حادني لا غادي صنباخ ولا عندي خبر. وصلنا ابوي بيننا وبين دلمة ما يقارب 10 دقائق غير ما الله كتب نصيب. ماشي بحدك لازم ابوي على القمر ولا فينا ابوي نترقع على القمر ولا شيء في الليل ناخذ تام روحه لا فينا نخليه. اي نعم ابو عبد الله شو هالبقعة اللي بتونا فيها؟ سمار زين احول. ابو ساري شو رايك في عذار ولد عمك؟ يا اخي ما شيء سمعت ما شيء سمعت ما باليد الحيده. يلا الى اللقاء شويه هات. الله عليك شو يحافظ عليك الفايز يحافظ عليك يا الله ما بصلي الاصلي ونص ما يعيض فيه ابويه.
لا يخت لا يخت ولا وسيم ولا قاعد فهد يطحن الوسيم. هذا وسيم حس الله تاكل وسيم غرب الله تلوسيم ومهنمونة. سرنا حتى ما ودمنا ما شيء شعري واحد ما ودم ما يودم ما يودم بيت. شوف ما شاء الله شوف ما شاء الله الماي وين واصله. ما تشجع الوسيم؟ لا لا يهبي لا 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 ما شيء ابوي غير الفايز غير الفايز ما شيء. سارين الله يحفظكم انت عشاء معزومين على العشاء بيت منو بيتكم علي سالم سالم منو سالم عمك انت يا هلال وعمك انت يا مرزوق. هاي العيال هم ثلاث اخوان عيد بن سيف وسالم بن سيف ومحمد بن سيف. محمد بن سيف عيالهم مرزوق وهلال ما شاء الله وخليفة والحريم يعني البنيات انزين. وسالم ما شاء الله عياله قوم راشد قوم ما شاء الله كلهم يعني قوم عبد كلهم هاي الشباب عيال يا سالم اللي نحن الحين سايرين بيت علي سالم وسايرين بيت عشاء عندهم. وعيد بن سيف ترى جايب ناصر بن عيد وسيف بن وسيف بن عيد كلهم ابوي ثلاث رياي الاخوان اللي توفى حياة سالم. ايوه ابدا البيت بالبيت. هذا بيتكم علي سالم وهذا بيتكم هلال وهذا بيتكم مرزوق وبينهم بيت البيوت الابهات وهناك بيوت خواتهم وبيوت خالاتهم لا 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 يعني البيت بالبيت. هذا مدخل ها دحت الماي وين هذه دحت الماي شوفوا مره الباب عند المحراب وهذا مكانه. هاي خيمة الشعر عادة في الشتاء مسويين بعد راي اللي بيدوخ يدوخ. وهاي جلسة ها هاي يورون بوي فيها يميع الضيان هذا الكوار العود سريدان. وهاي جلسة كلها تغدي كراسي أيام الشتاء. وهاي طربلون ها لازم شاهد البحر يلس ما شي شراتة. علي سالم علي هذا ابوي علي سالم ابو خليفه هذا اللي عازمنا ابويا على العشاء اليوم. هذا يعلني ما ذوق حزنك يا ابو خلوف يا الغالي يعلى الله يسلم. وهذا الشرجي ساكنين في شو اسم بقعكم؟ لا هناك في جيرك شو اسمها بقعكم وين؟ فصيل قال لي عدال شو قبر القبر قبر منو؟ صدق والله شو اسم القبر اللي ورا بيتكم؟ والله وخلالك عيونك وانا نسيت والله القصر هل القبر اللي يعنون من اخر الدنيا ويذبحون يصلخون نسيت والله شو اسمه الوالي قبر الوالي. لا هي لا لا ها لا بعد ما برون اطري شو اسمه بلاد شيء اسم البلاد في سكمكم هي هناك قبر يقولون وين يسيرون يذبحون يصلخون ورا بيتهم. هذا المدخل مال ميل السم هذا ابوي ميلس قوم علي سالم ها يتيامعون امه لا اله الا الله يتقيطن من اول الى اخره. لكن اليوم ما اشوف حد مشردنهم الحر يصلون بها. وهي غرفه الطعام ايوه وهي المقاسن هاي الثلاجه هاي الثلاجه بكافيين. خيبه انا ابوي ما تم العدواني الكتر قداوه والله مليون مرحبا ابو ناصر والله مليون مرحبا والله مليون مرحبا ولا يسد بالبركه يا فريت هالوي لا خلينا منك ولا من هالوي الفنان المبروك يا رب يا ابو ناصر كل هالعرب تحبك هوا ابوي. هاي قهوتي انا يوم شفت هالرجال الطيب الفنان لا خلينا من اسمك يا ابو ناصر يلا الحين كلني يصورون منو؟ كلهم يصورون ابوي انت بركتها انت بركتها هالمكان وعمرك الاخر. شو عشاكم هناك شو عشاكم انت هناك؟ مجبوش مجبوش شو؟ مجبوش لحم
لحم؟ لحم لحم العين لحم الليوة؟ لا 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 غياثي؟ لا لا هم مال غياثي هم مال غياثي مال مغربي. هذا الزيت مسوي على قطع مسوي قبولي مسوي قبولي ومسوي بعد ديا زين زين ما تسوون له زين يا ابو ناصر لا خليت من اسمك يا ابو ناصر ما خلى منك اسمي المتولح عليك والله تولحنا عليك تولح عليك العافيه ابو ناصر الله يخليك ان شاء الله والله قطعتك خلاص شو قطع الكهرباء ابو ناصر عندكم اليوم فيوج من داخل البيت لو من خارج لا خارج برا البيت دقيت للطواري ايه الطواري يونا ابطول من قبل ابطول لا والله ما ابطول جزاهم الله خير ايه وركبوها الحمد لله وهو مال الطواري بعد خبرناها ايه قلنا لهم هذا الصندوق مال الحكومة متحتل زين رمل مرة رمل رنج لا اله الا الله ايه والله بيبدلونه بيبدلونه قلت لهم انت؟ ها؟ قلت لهم انت؟ أنا قال لهم ناصر بواني شاب يوم نسير الصلاة إيه ترى اليوم نسير الصلاة هم في البيت إيه إيه والله بريه كنديشن بتموتون من الحر لا لا عاد رطوب وتوقف إيه والله هذا أبوي عشاء أبوي علي سالم سوي لنا هالهريفيات الفنانات يا سلام هذا الهرفي واحد وهذا الهرفي الثاني السعودي يسمونه مفضح هذا اللي تشوفونه هذا هذا وين رابي بوي في ليوة هذا تربية ليوة هذا عاد لا بد ولا عذر يا سلام يا سلام سلام هل ذباح ليوة ذباح ليوة مرحبا يعني الله يطول بعمرك يا ابو خليفة علي سالم الله يغنيك كثر من خيرك طول بعمرك مشكورين شكرا على حسن الاستضافه شكرا على هالعشاء الفنان هالحريفيات اللي ما شرات عمرك لا والله الا زينات تعال تعال شو بتعطيني تعال انت شلنا زين تعال عندي تعال عقب الثلاجه تعال ها وين ما شاء الله تبارك الرحمن حب 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 قول لي حب حب صاروخ ايه ارض جو ما شاء الله ما شاء الله الله يغنيكم مشكور مشكورين ابو عبد الله ها وين رقاد لا لا ها محمد يوصل ان شاء الله ايش يظهرك من ظل الظليل اي والله يا رك الله انه خذا شفتوا هذا غدا اسود وايش السبب غدا صنباخ لان ابوي ما حطيت كريم يقولوا لي العرب لانك انت حاط كريم ما عول وجهك الحمد لله ها شوف ها قادي رقم واحد ها صنه انت انا ما حطيت لا هي والله لو شوف اللوص اللي لا يصن اليوم وجهه تروع تحرى صلاح مي الادار مصلوح نوره اي والله شو اسمك انت مارلو ها مارلون 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 يور نيم مارلون يور سيستر مايلا مارلين مارلين ومارلون ومايلا ابوي الله يحفظكم السيره باعت باعت بالفشل باعت بالشو بالفشل والله تمغلط راسه بين كل شعره وشعره 10 شعرات ظل لو حتى الروس مرام مغلط راسك هب 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 غرب الله تمغلطه ما يقدر شيء يحط له من الدهان يبت كريم نيور هيد اور نو اقول كم يلسن عاد انت كودن اللي محلب وياس وبضاعه وتاتا وما ادري شو ولا غادي هالنمو اي والله نحطنا اليوم والله شيء ما ظني حد يحط هالاشياء خلاص لا يعني بضاعة كلها لا يحط انه الاول لا الحين ما يخلن شيء ولا يحط انه وطبعا راسك ما غلطه حتى الروس ما يدى البيت تم وين داير
راحتك انت من جوا. خلاص هذه ما شاء الله من جوا. شوف اربط، شوف انا قبل اربط. يا اخي اربطوا. اي والله سير ابوي با اكبر فشل. الحمد لله. وما اقول لكم ما غلط راسي والله يا ابو الغلظ اللي في الدنيا كله في راسك يا مادل يهد حتات الروس ما يدل بيتهم وين يدور والله حتات الروس ما يدل بيتهم ما يدل باب بيتهم وين مجبل.